ادور على السيل. ايوه اطلع لي. سلام. طلبتها صاحبها. ايه يا صاحبي مالك؟ اسمع محسن، اللي هقوله لك ده مش عاوز حد في الدنيا يعرف. ها؟ قبل ما يحصل اللي حصل في الحارة كانت مرزوقة العشموني، خدوني على اخوانا وهناك ضربوني ضربوك بالحقنة صاحبي صح؟ عرفت منين؟ لما الدكتور جه يكشف عليك شفنا مكان الحقن وعرفت انا وسيحه وابو عمار. بسمع دماغي وكلاني واسمي كله وجعني، عاوز اضرب. تتقطع ايدي قبل ما تتمد ايدك بالهباب الاسود ده. بس يا عم بقول لك مش عاوز حد يعرف. اسمع اللي بقول لك عليه، مش خاطر يا صاحبي. مرة واحدة بقيت دماغك وجعاني، هضرب مرة واحدة بس، مرة واحدة بس، وأنا وعدك هبطل آخر مرة. بس ما تقولش لأمي حاجة، مش عايز أمي تشوفني وأنا كده لخاطر يا محسن، مش لخاطري. هبطل. ماشي يا صاحبي، بس ما تنساش ان انت اول واحد وقف جنبي لما وقعت في السكة دي، قلت لي لو ما رجعتش منها هتخسرني. دلوقتي الكراسي بتتبدل فوق عرب وعشان خاطر. غصب عني يا اخويا، غصب عني. مش قاعد عمري في اي حاجه يا عم، انا كويس. ما تكذبش عليا، انا سمعت كل حاجه. ضربوني بالحقن يا عم. يا مشتي يا مشتي يا مشتي الصاله، انت عاوز صاحبك يروح يجيب لك؟ عاوز صاحبك يروح يجيب لك؟ يا محسن. لا 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 عشان خاطر يا عم، ابوس ايدي ابوس ايدي. اخر مرة اخر مرة والنبي يا عم، والنبي اخر مرة. لا لا انت مش هتاخد حاجة تاني، فاهم؟ مش هتاخد حاجة تاني، مش هتاخد حاجة تاني، مش هتاخد حاجة. لا انا هحوط عليك يا حبيبي، هحوط عليك لغاية هحوط عليك لحد ما ترجع لي تاني، هحوط عليك يا ضنايا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.